نحن الآن متواجدين في مركز المركز العام لتدريب وتطوير التعليم، حيث يعقد الاجتماع السنوي لمصلحة التفتيش التربوي بكل فروعها التي تبلغ 34 فرعا منتشرة في ربوع ليبيا. نحن أعددنا جدول أعمال ستتم مناقشته. هذا الجدول يتضمن أغلب شيء هو الصعوبات التي تواجه المفتش التربوي، لأن المفتش التربوي يلاقي في صعوبات جمة يصعب أن نذكرها لك حاليا باعتبار كم تعطيني وقت محدد. وأيضا نحن يعني حتى كان في عزوف على التفتيش التربوي سيتم مناقشته، بحيث نحط آلية نقبل المعلمين في الانخراط في التفتيش التربوي بدل العزوف اللي حاصل نتيجة عدم وجود أي ميزة بالنسبة لمصلحة التفتيش التربوي. المفتش التربوي يشتغل بسيارته الخاصة ويتحرك في كل مكان في مسافات تصل إلى 300 و400 كيلو، ويبذل في جهده وبماله الخاص وبسيارته الخاصة وبدون وجود أي ميزة، من باب فقط من الحرص على التعليمية العملية التعليمية والتربوية، ومن باب الحرص على الوطنية المتواجدة في كل مفتش تربوي. نحن بصراحة حتى الـ 34 فرع اللي كل فرع يتواجد فيه لا يقل عن 200 مفتش تربوي، الـ 34 كل واحد يتبع لا يقل عن مفتش تربوي إذا استثنينا طرابلس اللي هم أكثر من 800 وبنغازي أكثر من 500 مفتش تربوي. أما بقية الفروع يعني في حدود الـ 200 و 300. هؤلاء طبعا لا يمتلكون سيارات، لا يمتلكون إمكانيات بحيث يتم التحرك بحيث نقدر نقيم ونقوم العملية التعليمية في أصولها. الحقيقة أن المفتش التربوي يعاني ويعاني الكثير. نتمنى من كل المسؤولين أنهم ينظروا نظرة يعني ثاقبة للمفتش التربوي بحيث أن يوفروا له كل الإمكانيات، لأنه هو المسؤول مسؤولية كاملة على العملية التعليمية في كل أنحاء ليبيا، وإذا أردنا أن تنجح العملية التعليمية يجب أن نصلح التفتيش التربوي.